تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني أن صاحبه جابرا مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ليس براكب بغلا ولا برذونا، ما راكب أي شيء، لا حصان لا بغل لا دابة. قال: انفرد بإخراجه البخاري، يعني أنه يذهب فيزور أصحابه أحيانا مشيا على الأقدام، وهذا من تواضعه. نأخذ هذا التواضع ونطبقه إذا وفقنا الله تعالى. قال: وعن أنس، لا وعن الأسود، خليه الفوق ده خليه. قال: وعن الأسود قال: قلت لعائشة، ونحن قاعدين نختصر بعض الأشياء. قال: وعن الأسود قلت، قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته، يعني ما الذي كان يصنعه؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. انفرد بإخراجه البخاري. هسي برضو الناس المزوجين لو طبقوا الكلام ده، في ناس قد يزمون، هم ذاته الله يوفقهم يطبقوا. تجي تلقى المرأة تغسل، تقول لا كذا زح شوية نغسل، وتلقاه تخيط في هدوم، تقول لا نخيط معاك، تلقاه تسوي في ملاح، تقول لا أجيب النطائم وليك. تقدر على شغل زي ده؟ ده اللي بيجوا زي الملوك، واحد يجي وما الآن زيوت تلقى مكانيكي، ما حرام المكنكة، بس اتقي الله. وتلقاه شغال بتاع خدار وكذا، كلنا ذاك الرجل يعني، تلقاه يجي يرقد في السرير ويخلف كراعه، ويا بت هي مرة قدره، يا بت أنا بتغاظ لما زول يقول لي مرته يا بت، بتغاظ والله، يا بت أنت ما تقول لا يا مرة، ما تقول لا يا عمر، ما الطايبة وكل يوم جاي مغبر، ما تجيب لها هدية إن شاء الله إيس كريم، ما تقول كبيرة بلا إيس كريم، قول لها شوف الجو ده بارد كيف، وهكذا وضاحكة يا أخي. المرأة أديها كلام طيب، أهلك في البيت الزول يا جماعة، والله دي من علامة الشر، تلقاه برا طيب مع الناس وعامل فيها ظريف، وجوا بيته تلقاه شرس. ليه؟ عشان دي ضعيفة، الدوك ليها هدوك لا عادي لهلا، خلوك انت سافرت بها وجبت بيتك، جبتها بيتك وانت بتمرق الشارع، هي قاعده محبوسه بين اربع جدران وقاعده منتظرك، تجي تتنفر وتتضايق وكذا وكذا. يا اخي انت حتى لو عندك شيء هاميك، اول ما تجي داخل البيت ده تعال متبسم، ان شاء الله دقيقه واحده بعدها تاني صر، ما مشكله، لكن اول ما تجي داخل على صاري وتشوت في طرابيزة وتشود في جنوب تكسر، إنسان يتقي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، أمشي الغنم حليب كذا كذا. لو المرأة عيانة طائبة، قال أقعد جنبها في السرية هبشة في راسها طائبة، أحسن لها. ولو مفلس، يعني السعادة دي ما بالقروش، في زول مفلس حق الدكتور ما عنده، لكن ممكن المرأة دي يقرب منها وكذا، ويجيب لها مويه بارده وان شاء الله بقيت كويسه وكذا وكذا. ينسيها ذاته الدكتور، وذاته يبقى دكتور في البيت، مرات الامراض دي ما اوهام التقاشن. طيب، قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب، صلى الله عليه وسلم ينقل التراب، وقد وار التراب بياض إبطه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا، في بعض الروايات لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. شوف التواضع ده كيف. قال: أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ وفي بعض الألفاظ: والله لولا الله ما اهتدينا. التواضع هنا وين يا جماعة؟ والانكسار لله سبحانه وتعالى. والله لولا الله، أو لولا أنت ما اهتدينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما تقول أنا زكي وأنا عشان بعيد من الذنوب، وأنا عشان زول تقي، وأنا عشان زول فاهم،
الناس ضلت وانا اهتديت. الهداية دي بيد الله. وإياك يوم من الأيام يوما من الدهر ترى أن لك فضلا على إخوانك مهما علمك الله ومهما من عليك بالبلاغة ومهما وفقك للمواقف التي تنصر فيها الحق وتكسر فيها شنو الباطل. مهما بقيت نشيط تجي الحلقات وتسوي الدروس وبيجاي وتمشي بيغادي وكذا وكذا وكذا، الفضل ده كله بيد منه؟ بيد الله. انكسر لله سبحانه وتعالى، ما تغتر ولا تتكبر. وجماعة لو ما مرقنا من المجلس إلا بيدي كفاية. زول دائما يرجع لله سبحانه وتعالى وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. من شفقته صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم قال عن أنس ابن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. أتجوز يعني شنو؟ أخفف يعني وأسرع. قال فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجاه في الصحيحين. ده برضو من حسن الخلق حتى في الصلاة.